بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، سائلينه عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ. ونحن في هذا الشهر الفضيل المبارك، لعلك لكم كلمة توجيهية في مستهل هذا البرنامج وفي مستهل هذا الشهر الفضيل، بالنسبة للمسلمين كيف يستقبلون شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات، ترفع فيه الدرجات، شهر تصفد فيه الشياطين ويسر المؤمنين سبل الخير والطاعات، فلا تستطيع الشياطين أن تصدهم عن فعل الخير كما كان ذلك قبل شهر رمضان. شهر فيه تفتح أبواب الجنان لأهل الطاعات والتائبين من الذنوب والسيئات، وتغلق فيه أبواب النيران، فلا يتسلط الشيطان على عباد الله ويقودهم إلى النار بالشهوات والمخالفات، وإنما تغلق أبواب النيران لأنه تغلق فيه أبواب الشهوات بالصيام والقيام والطاعات، فينسد الطريق على الشيطان، وينسد الطريق أيضا على جند الشيطان. شهر له فضائل عظيمة، فينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والفرح والسرور، وأن يستقبله بالتوبة والاستغفار، وأن يتهيأ لدخوله تهيؤ الصالحين للعبادة والاستقامة، واغتنام لياليه وأيامه بالعبادات والطاعات، فإنه موسم عظيم وهو شاهد لهذه الأمة بما تودعه فيه من الخير، أو شاهد على من قصر فيه وضيعه، يشهد عليه يوم القيامة. فينبغي للمسلمين أن يقدروا لهذا الشهر قدره، وأن يعرفوا له قيمته، وأن يجتهدوا فيه بما يباعدهم من النار ويدخلهم الجنة، فإنه موسم عظيم لمن وفقه الله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإخواننا المسلمين هذا الشهر، وأن يمكننا من فعل الطاعات وتجنب المحرمات، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا عنده، إنه سميع قريب. أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. وبالنسبة للسنة المتبعة في من رأى هلال رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رمضان فإنه يدعو فيقول: ربي وربك الله، هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا
بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان. هذا بالنسبة لما يقال عند رؤية الهلال. أما بالنسبة لمن رأى الهلال وتيقن من رؤيته فإنه يجب عليه أن يبلغ ولي الأمر المتمثل بالمحكمة الشرعية في أي بلد لتثبت شهادته، ثم يعلن للمسلمين بداية صيام هذا الشهر، فيكون له في ذلك الأجر، لأن وكذلك ينبغي للمسلمين أن يتراءوا الهلال في هذه الليلة ويحرصوا على رؤيته، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: تراءى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته، فقال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. نعم. أثابكم الله، بالنسبة لاختلاف المسلمين في دخول شهر رمضان وخروجه، كيف نؤصل ذلك شرعا؟ اختلاف المسلمين في بداية الشهر ونهايته راجع إلى اختلاف المطالع، لأن مطالع الهلال تختلف اختلاف البلاد، وهذا بإجماع المسلمين كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فكل قوم يصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فكل قوم أو كل أهل الإقليم يختلف في المطلع عن الإقليم الآخر، يصومون برؤيتهم هم لا برؤية الإقليم الذي يختلف معهم في المطالع، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وجاء رجل من الشام إلى المدينة في عهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: إن معاوية وأهل الشام صاموا يوم كذا وكذا، فقال عبد الله بن عباس: لكننا لا نصوم حتى نرى الهلال. نعم. حفظكم الله، بالنسبة لمن صام أول رمضان في المملكة العربية السعودية وعاد إلى بلاده في آخر شهر رمضان المبارك وكانوا متأخرين في دخول شهر رمضان، كيف يكون وضعه فضيلة الشيخ؟ حكمه حكم القوم البلد الذي قدم عليه، يصوم معهم ويفطر معهم، وإن كان نقص عن 29 يوما فإنه يفطر معهم ويصوم هذا اليوم، يكمل 29 يصومه بعد العيد قضاء. نعم. بالنسبة فضيلة الشيخ لحديث صوموا تصحوا، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، أن الصوم فيه صحة للبدن، لأنه يقلل من تناول الشهوات ومن أخلاط الطعام في المعدة، ويسهل على المعدة هضم الطعام، فيكون في ذلك صحة للبدن بلا شك. وكذلك كل شرائع الإسلام ولله الحمد كلها خير وكلها بركة وكلها صحة للأبدان وقوة للإيمان. نعم. حفظكم الله، هل هناك دعاء معين للصائم يتلفظ به عند إفطاره؟ لم يثبت شيء في ذلك معين، ولكن جاء أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وورد أن الصائم يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، اللهم يواسع المغفرة اغفر لي، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الإفطار يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. أثابكم الله، بالنسبة لتبييت النية لصيام رمضان، هل هو شامل لجميع الأيام أم لكل يوم بنية واحدة؟ المسلم يصوم أنه
المسلم ينوي أنه يصوم رمضان من أول ما يدخل بنية عامة، ثم ينوي لكل يوم قبل الفجر أنه سيصوم هذا اليوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يعزم النية من الليل. هذه النية هل يتلفظ بها؟ النية محلها القلب، ولا يتلفظ بها، وإنما ينوي بقلبه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية. تلفظ بالنية بدعة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الأخوة الكرام، كان معكم خلال الدقائق الماضية فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد أجاب على أسئلة البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام على خير. نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.